الهلال وراوا بين الانتقام والثار. في عام 2017 التقى الفريقين لأول مرة وانهزم الهلال المرة الثانية في نهائي البطولة بعد موقعة سيدني الشهيرة، وكان اللاعب داسيلفا أيقونة المباراة بعد ما استفز الجمهور الهلالي فرد عليهم بهدف والتتويج بلقب آسيا. وفي عام 2019 شاءت الأقدار أن الفريقين يتقابلون ثاني مرة، والهلال كانت المباراة بالنسبة له رد اعتبار وقدر يفك شفرة اليابانيين في الذهاب والإياب، وكانت أكثر اللحظات متعة للجمهور الهلالي بعد هدف سالم وهو يوجه المنظار ويدور نيشيمورا. انتهت المباراة والاحتفالات الهستيرية بكل مكان في الرياض والقاهرة والكويت والأردن وغيرها، فرحة وطن تخطت حدود السعودية. كلها يوم ولا ساعات ونشوف المباراة الفاصلة بين الهلال وأوراوا، والفائز اللي راح يثبت أفضليته على مدار سنوات.